البدايه عن دور المراه الفلسطينيه وبالاخص في ظل الظروف العصيبه اللي بتمر بيها فلسطين، وازاي هي قدرت تساند الرجل كامل الى جنب. بدايه كما تعلمون المراه الفلسطينيه هي نصف المجتمع، وهي تشارك الزوج في كل همومه، حتى في النضال هي شريكه للرجل في النضال. فلدينا اسيرات كما تعلمون، لدينا شهادات كتب، وكذلك لها حضور قوي في الجانب الابداعي، لدينا كاتبات روائيات، قاصات، شاعرات، حتى ممثلات، فنانات تشكيليات، لها حضور كبير في المجتمع وفي النضال. تساند الرجل في النضال خصوصا في هذه الاونه الاخيره، لها حضور قوي في المشهد السياسي. طيب عايزين نتكلم عن التعليم. يعني التعليم بروح الاطفال دلوقتي عندهم دافع ان هم يروحوا يتعلموا، برغم ان بيبقى في قصف وبيبقى بيروحوا بيتعرضوا لمضايقات وهذا، ازاي الاطفال الاطفال عندنا يعني ما بيخافوا، بيتحدوا، التعليم عندنا مقدس، عرفتي؟ فما لا يعيقهم عدو الاحتلال، يعني لم يتوقف التعليم عند الفلسطينيين، جميعنا يتوجه للمدارس وللجامعات، بالعكس اكبر نسبه التعليم في فلسطين، التعليم شيء مقدس. طيب عايزين نتكلم عن اول روايه كانت ليكي، وهي اسمها كانت الخط الاخضر، كانت في اي عام وايه اللي تناولتيه بشكل عام؟ بعد ذلك قبل السؤال دوت اسبق سؤال ليه عموما في العموم دكتوره رورا اخترتي فن الروايه بالتحديد؟ ليه ما اخترتيش قصه قصيره، شعر؟ فعلا سؤال تكرر كثيرا. قصه طويله يعني الروايه استهوتني صراحه، يعني بعد قراءتي لكم هائل من الروايات قررت اكتب روايه، جربت اكتب روايه احكي بالتفصيل عن المسيره، يعني منذ ظهور موهبتي الى حين كتابه الروايه، يعني فاستهواني عالم الروايه، بعد قراءه الروايه جربت يعني ونجحت، لم الجا الى القصه، يمكن بسبب احتكاكي بالروائيين والروائيات هذا سبب ممكن. تتاثر بين انا قرات للجميع ولم اتاثر باحد، اقرا للجميع صراحه. هل محمود درويش؟ لم اتاثر محمود درويش، لا هو شاعر. قرأت أعماله لكن لم أتأثر به، لم أتأثر بأحد معين، قرأت في جميع الاتجاهات وما زلت أقرأ في جميع الاتجاهات ولم أتأثر بشخص معين. تركي خليني أكثر بقى عن الرواية الأولى اللي هي الخط الأخضر، وإيه اللي تتناول فيه يعني؟ الخط الأخضر صدرت عام 2016 عن دار الجندي في القدس. هي تتحدث عن قضية التشتت التي عاشها الشعب الفلسطيني على أثر نكبة عام 48، حيث عاش جزء منه في الداخل وجزء في الخارج في مخيمات اللجوء والشتات وجزء في الضفة الغربية. كوني أنا عشت هاي المعاناة كفرد من فلسطين، كفتاة فلسطينية، حبيت أجسدها وأحكي عنها وأعرضها على العالم. يعني أنا والدي عانى، يعني بالمناسبة الخط الأخضر بتناول جزء من قصتنا، يعني هو البطل تقريبا هو عبد الله، هو خالد والدي. طبعا هو عاش خارج حدود الخط الاخضر، والخط الاخضر هو خط وهمي حددته الامم المتحده للفصل ما بين المناطق التي احتلت عام 48 والتي احتلت عام 67، فكان الخط هذا بطل مشؤوم في اليمن، في سلبي، مرفوض تماما، لذلك انا سلطت الضوء عليه لانه مرفوض، لانه شكل عائق حال دون لقاء الاهل، يعني انا واحده من الناس اللي عانوا، والدي عانى، فحبيت اكتب عن هذه القصه. وطبعا تطرقت لمواضيع اخرى، انا يعني المراه لها حضور قوي في روايتي الاولى وان كانت فلسطينيه بامتياز، يعني تحدثت عن عده قضايا، عن التعليم وعن الجهل، حفزت على التعليم وعقدت مقارنه ما بين الفتاه المتعلمه والفتاه الجاهله، تحدثت عن العادات والتقاليد التي كانت سائده في ذلك الوقت طبعا.